ومن خلال عدسة برنامج ليالي رمضان نلتقي مع أحد القصابين. ممكن تقدم لنا اسمك الأخوة المشاهدين؟ حسين سالم الأحمر. أخ حسين، طبعا أنا الأخ عبد الرزاق من جمعية صداقة القصابين. طبعا وقع عليك الاختيار بتكريمك من ضمن القصابين بهذه المنطقة. حسين، ممكن تعطينا نوعية اللحوم المباعة اللي عندكم؟ نبيعوا في الحمل الخروف والدجاج أكثر شيء يعني، وفي الحمل الإبل والبقر. أخ حسين، بخصوص الدجاج يتم ذبحه هنا ولا كيف حتى؟ لا، هو صرفنا خاص. وعليكم السلام. دجاج دجاج دجاج. اديني واحد خمس. تاع كم ذباح؟ 5 دينار. لا معلش معلش، خليك طبيعي. معلش يا اخ، نجرو في لقاء. معلش خليك. كلمنا يا بي هنا توا، خلينا في الدجاجة. قصها لك ولا تباه هيك؟ لا لا هيك. بزاف خمس سنين. تبي تغشني تو؟ هي تو طرف كتانه ولا شنو؟ تو تمقل لي فيها يمين ويسار ومش عارف ايه. دجاجه دجاجه واضحه معروفه هاي، فيها منوعيه يا راجل. شنو فيه؟ هو التايلندي وفيه الواحد ولا في تايوان؟ تبغى دجاج واحد يا راجل؟ خير الاخ حسين، ممكن تورينا كيف تكون طريقه قطع اللحوم؟ كتف او حاجه يعني شيء. السلام عليكم. يعني كيف يتم عمليه القص يعني نتاعها؟ طبعا هنا في مفصل. ها شوف الموس. ها تفضل يا بي. معلش خليك معنا. ديتك شبية بعد الحم، وقول لي شن تبي وحاضر. أيوة، لأن هذا الحم يأخذ فيه ناس. ما نديرش عليك أنت، شنو صح ولا؟ صح. تقطع طروف النص ولا تبيه هيك كامل؟ 81 جنيه هي. قداش تبي نتاع كم تبي؟ ترى انا نبي بالصبع. على زوز؟ تبي انت على زوز ولا تبي الربع انت؟ انت غير قصة على زوز، وصلني بها بس. المهم لو المفروض قلت لي مقدر، تبي مقدر ولا مقدر زي هذا؟ شنو؟ تبي مقدر ولا تبي فخذة؟ شنو المقدر؟ مراقص. هذا مقدر. تبي تطلع عليها؟ ايه. وهذه فخذة زي هذه. يعني. شيء ما معطاش انك حبه قبل ولا شيء؟ لا لا والله. اول مره نشوف الحم مفروف انا. اه لا يا رجل، مش تبي الفخذة انت توا؟ ايه الفخذة فيها الشحم، وقلنا لك هذا المقدم. ها هذه الشحمة نقصنا لك منها اللي هي ريتها، هذه اللي هي كانت هنا. ايه شحمة هي؟ ما نقصنا لك باين. لا الشحمة ما حطيتها لك من ناحيه، عشان فوق الميزان قبل الميزان. انت كيف؟ انت كيف مش واخذين الفلوس حتى هو بوزن هذا بلوع في كناسة؟ ايش مدخلني فيك؟ ها؟ وسع بالك. معلش يا رجل، انت بالي واسع معاه تو من بكري يقص هيك ويدير ومش عارف شنو. باي معلش ينسحك صوره. طروف ما تبيع بيها طروف؟ نبيع لك طروف عادي. طروف ايه. اقل حاجه تبيع فيها قداش؟ شنو اقل حاجه تبيع فيها؟ اقل حاجه ميزان. ميزان يحكم. انا ما نقدرش نقول لك. انا ميزان ان شاء الله حتى ب 50 قرش نعطيك انا عادي. باهي تعطينا ب 50 قرش. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم. غير فهمني، غير وسع بالك يا رجل، غير وسع بالك. بس وسع بالك، خليك شويه ثانية. ما نطلعش منين نكون انت راك؟ شو دقك؟ انا قصيت الخروف تام ريت. ايه صح. هلكت يعني خاطرك انت، كان معلق غادي صح ولا صح. ولا بتقول لي لا تو حتى هو؟ لا 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 نقول لك لا لا. ولا تبي تو ندخله في كوش نحمره شويه باش تحمى من الدهان والشحم ينزل هيك ونعطيك انت الهبره والعظام؟ والله يما علي يمين الخدمه حتى تالي ربي خليها. انا ما قلت حاجه، انت تو انت درت لي موضوع ما عادش نبي نشري. بس بتشري بعد ما هلكت الحم.
الا هو وانت مطلوب حكايه زي هذوما ويدبس زي هذه وانت مطلوب زي هذوما ما انت ما تبيش الراجل الثاني بيقول لي ما نبيش شنو ندير انا بعدين؟ نقلي سنوني لو عرفت الناس تجي تحك لي في ريحك انت وتخممها انت يا اخوي حسين انت بتتعامل مع الزباين في اللي بيجيك هذا يا راجل كل واحد تاخذ عليه عقليته كلمتك يعني كلمتين خليك مو معلش خليك يعني احنا ماذا بينا بنصور البرنامج على طبيعته يعني ما تصورهاش على طبيعته ولا بطاطا سكر الوحدات بتاعتك واطلع على وجهك انت وياه مروح سكرها يا ابي فكني فكني ريحني خليني هيك مستريح خالي سكر الوحدات انت عارف يا استاذ مره تفكر لا الكاميرات مسكرات خلاص سكرتهم لا سكر الكاميرا اطلع اطلع مسكرات كده تفضل ما انت فسكت عليه لا حول ولا قوه تاخذ اللي طلبته اللي طلبته يجيني يا استاذ هيك انا اليوم بتحط في الناس اللي جاي المفروض غلطك خذ بضاعتك واطلع احنا بودنا نصوروا شيء واقعي لكن الصراحه ما نقعدوش هكا عاد في كلامك لا تكريم والله حتى انت مكرر جاي بنكرموه لا معليش والله صدقني يا اخوي حسين والله يخليك تصرف فوق يا غير وسع بالك اول ما جاني قال لي نبي نص خروف هذه السلام عليكم السلام ورحمه الله تفضل يا بيي خير هذا شفت هو قال لي شنو هذا ناقص شنو فيها هي شنو ناقصه هذه الدجاجه غير شنو ناقصه ها شنو اللي ناقص فيها ترى هو يبي الراس والرجلين الراس والرجلين يا بيي اللي ما نبيعش فيهم راه هو يضربني لا يضربني يضرب كذا بين خاطر الراس والرجلين تاع الدجاجه ولا حتى انت ما شاء الله عليك ولا طول عرضه تتبكر يضرب فيه بوك ما تعرفش الدجاجه راس ورجلين تم نوعيه تباها انت ايوا كليتهم انت يبي راس ورجلين كليتهم انت لا يعني شوفنا بالك في راس ورجلين تو بنلقاهم للراس والرجلين هي اصلا ما نبيع شيء ما نجيبش فيهم انا شنو بتشوف فيهم انت؟ يعني قصدك يا سيد يا سيد الراس الراس ها؟ شنو تقول؟ نوعية ثانية يا منوعية ما تبيع ما عنديش راس ورجلين هي غير شوف بيك تجي عندها غير اسمع غير تعال الفروج لحم مستزرق معروف يعني فرحة. يختلف عن الدجاج لحي معروفة قال ابوي يعطيني رجلين عاش نبيه الراس يعطيني حتى رجلين هو بيقول لك يا راجل ما عنديش رجلين تضرب يطلق يصلق رقبتك ايش دخلني بيك يا راجل ايش دخلني بيك برك فاهم انت ابوك يا راجل ملح على حالك برا يا راجل وكبير هيك يا راجل قاعد ما تعرفش انت شنو تشتري شنو تبيع وسع بالك والله فعلا الواحد بتكون عنده وسعة البال مطلوبة يا باهي تو زي هذا وحضرته قدامك شو بتتفاهم انت وياه ترى قول لي كيف بتتفاهم انت وياه ما صار ليش من رجل من الراس اعطيني حتى رجلين ولا لي هذا هو تفضل يا شيخ شو اللي فاهمه لا معلش لا عادي خليك وقف التصوير وقف معلش لا خليك عادي قال لي ما فيش دجاج ولا بص 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 كاملة كيف يعني؟ براسها ورجليها براسها ورجليها الراس والرجلين ما بيعوش فيهم يجي من السلخانة هيك سلام الله سلام من السلخانة ما دخلش من السلخانة تبا يا راجل ما بيعش فيهم منين باش تفهم انا شريت منك انت ما دخلش في السلخانة انا شريت منك انت شنو شريت مني انت؟ دجاجة كاملة زي ما شريت منك الأولى ما بيعش فيه دجاجة تاعك يا ولدي سامحناك في الريش سامحناك في الريش شوف فيه يا راجل هذا جاني الولد هذا قال لي نبي دجاجه قداش تبي؟ قال لي نبي دجاجه نتاع 5 جنيه اعطيناه دجاجه ب 5 جنيه. شنو النوعيه هذه قلت لك؟ نوعيه شنو النوعيه؟ 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 Hehehehe